الكوريجية تمكنين من الفوز بهذا اللقب بعدما انهزم السنة الماضية على يد ديلبونيس 33 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس والمتوج بهذه النسخة. ليسلم الجائزة رئيس الجامعة الملكية المغربية للتنس السيد فيصل العريشي لبطل هذه النسخة 33 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس التي لقيت نجاحا كبيرا سواء على مستوى التنظيم